واحد كيس شعرية الغزال، نص كوب سكر، ماء أو حليب لطبخ الشعرية. كملي أنتي. ماء أو حليب لطبخ الشعرية. كي وين هذا؟ في واحدة أهي. واحد ملعقة كبيرة. واحد معلقة كبيرة زبدة، واثنين معلقة كبيرة زيت، ومكسرات حسب الرغبة. طيب شوفي الوصفة دي، يعني أنا ما أعرفش يعني، بس في مصر معروفة جدا جدا جدا، يعني ما فيش بيت ما بيعملش الشعرية اللي بالسكر. هي اسمها شعرية بسكر. الطبخ شعرية بالسكر. وبعدين ممكن تحط لها مكسرات على الوش، بس هي من كتر ما هي لذيذة يعني من غير مكسرات بتقدري تاكليها عادي. وبعدين الصغيرين اللي ما بيحبوش الحليب، فكتير كانوا بيعملوا لهم الوصفة دي بدل ما بيحطوا المية بيسووها بالحليب. عرفتي؟ حلو. فاحنا دلوقتي بس حطينا هنا معلقه الزبده والزيت، وهنحمر الشعريه شويه قبل ما نحط لها الميه، وهي ما بتخبط ما بتحط لها الميه ما بتاخدش وقت خالص علشان تستوي. فهنحمرها بس شويه، وبعدين نحط لها زي ما قلنا يا ميه يا حليب زي ما بيحبوا. قبل ما بتخلص بدقيقتين نحط لها السكر وبنقلبها، بيدوب وبتبقى الاكله جهزت. قد كده بسيطة، بس ما تصورش قد ايه طعمها لذيذ. بس كتير بسيطة جدا جدا جدا، بس لذيذة قوي. في ام زيد ذكرنا بتسلم على ابنها في صلالة، بس راح فين؟ راحت. المهم انها بتسلم على ابنها. وتيما بيقولوا لك كتير حلوة النضارة عليكي. انجينيرينج ديانا اليحيى ورغد زغلول، خلص رح اعتمدها اذا هيك. حسام الشرفات، زينة عودة، كلهم بيقولولك بيسلموا عليكي. نرجس الفقيه، شكرا، بسلم عليكم كلكم. مش عارفة دي مجاملة ولا انتقاد الصراحة. مش عارفة الكلمة اول مرة اسمعها. نظرات بشلقوا عليك. يعني ايه بشلقوا؟ يعني كتير حلوين. والله شكرا. اذا هي مجاملة. انا قريتها بشلقوا. شلقوا يعني. حاضر. سالي ابو الدبدبه، تيما بتحبك كتير. ام المنتصر الترونة، ورغد مصطفى، سجع عبد الرحمن بتقول ان هي فنانه في الشعريه اللي بالسكر وبتحبها جدا. عن جد؟ طب رهيب. وانغام الدباس، نور العين، الله يسعدك حبيبي يا نور العين يا ساكن. ايوه كثير صوتي حلو، بس ما بحب ابين هاي الموهبه. ليه؟ ده انا سبت يعني بصفي كتير عندي مواهب. بمزح طبعا، انا صوتي ده بس من باب التواضع. بس انا صوتي كتير مش والله مش زي شطارتك في التمثيل يعني. لا هداك مأساة يعني. طب ما نجرب. ما هو احنا جربنا، خلينا احنا الحكم يعني. اذا جربنا بخسر يعني على كل الاصعده بصفي. ليه بقى؟ لانه صوتي كتير بشع فبطلوا يحبوني. لا لا، اهو المخرج بيقول لك عم اغني والسنه الجايه هيوديكي نجم الاردن. طب طب يلا خلينا حطوا لنا أغنية. إيش بدك أغنية؟ أنا بدي أنت تغني. إيش بتحبي؟ ما أنت ممكن يكون صوتك أنا. يلا أي حاجة، أكتر حاجة بتحبيها. لا ما بدي، بستحي. لا يا لولو ما بتستحيش، ما شاء الله عليك، متعودة على الكاميرا. ما بتستحي أنت. لا يعني قصدي قولي. يلا قولي مش عارفة. اقترحوا علي أغنية والله ما أنا خاطر. طب اقترحوا عليها أغنية قبل ما يخلص البرنامج عشان أغنيكم أغنية للشيرين. هاي إهداء لأحمد أبو قوش صديقي اللي عم بيحضرنا، لما تخوت علي يلا. عشان صوتي كتير بشع، بس أنا كتير بحب شيرين فدائما بغني لها. أغنية إيه؟ لا خلص بستحي. إيه ده بقى؟ طب اسمعي هقولك على حاجة. ادي ظهرك. طب أعطيني أغنية للشيرين. إيش بتحبي؟ أنا؟ مين؟ بيقولك ما شربتش من نيلها. بلاش. لا واحدة تانية. جالها صدمة. أغنية أجدد شوي. شيرين أنت نقيها وأنا رح أعملها. لو إيش ما صار، لو خسرت كل جمهوري. لا مش هتخسري حد. لا طيب دلوقتي خليني أفكر لك في أغنية. بس على ما نفكر في الأغنية خلينا نبتدي نحط. ما هو في ايه اغاني جديده لشيرين؟ انا مش انا بعرف. خلاص غريبه قوي، ده انا بحبها في جدا. ليله شيرين. حلوه غير كل الليالي. عيونه فجاه نادتني انا. خلاص اخذوني لنجم الاردن بكره يعني. انا خلاص ترشحت هلا.
سلمي لي على صديقي الكتير جدا احمد ابو قوس. هلا معاه حق احكي له احمد ابو قوس او عن صوتك واطي ما سمعناش كويس بس يلا لانه كويس. بس صحي كثير خجوله. طيب بس احنا طبعا يعني هي المفروض تتحمر كمان، احنا كده هي نص تحمير، هي المفروض تتحمر شويه اكتر بس احنا عشان الوقت اوكي هنحط الميه بقى علشان يا دوب. بس شوفوا هاي الاشي سهل فاعملوه يعني سهله صح؟ سهله ولذيذه لذيذه ما تتصوريش قد ايه طعمها حلو. هي الساعه كام؟ يمكن نقدر نستنى 3 دقايق. هيها خلص خلاص قربت تخلص. زي ما قلنا بتاخدش ميه كتير هي. صدق انت عارفه ان هي استوت خلاص؟ يعني احنا خلاص ممكن نطفي عليها. نحط لها بقى دلوقتي السكر اللي عندنا. هذا كله؟ بصي بقى السكر ده ذوق، يعني شوفي انت بتحبي قد ايه سكر، احنا خلينا نحط الاول شويه كده ونشوف ايه الاخبار. ندوقها يعني علشان نشوف هيبقى كفايه كده عليها ولا نحط لها كمان من تحت احمشت. بقت مقرمشه. تبقى لذيذه لما يكونش كل ده مقرمش. تبقى ألذ حته المقرمشه دي. هي بتتقرمش كلها صح؟ هي احنا زي ما قلت لك لازم تتحمر بس شويه اكتر من كده. وبعد بس طبعا في ناس بيحبوها وسط في ال يعني بيحبوا لونها كده على ذهبي. اوكي. وفي ناس بيحبوها غامقه. انت وذوقك يعني. وزوقك. احنا خلاص طفينا النار دلوقتي. الحتت اللي احمشت دي الذ حتت اللي هم دول. لزاز لزاز قوي. يبقى طعمه. خلاص كده كفايه بس ندوق. ممكن شوكة. نشوف السكر كفايه ولا هنعوز سكر تاني. شكرا. في الوضع عايزين تاني. تمام كده. ممكن بقى تعملي لنا ايه؟ احطها بالصينية. نجيب اني صينية؟ لا عايزين نحطها في طبق. طبق. شوية قرفة. أزينها؟ بنزينها طبعا. حاضر. حالا عايزة تزينيها بإيه بقى؟ بس هاد إيش؟ هاد فين؟ هاد ده اللي باللي بيحب يحط قرفة. أوكي. أحط شوي؟ زي ما أنت عايزة. تعالي. ممكن نحط شوية قرفة مثلا كده، إيه رأيك؟ على الدواير؟ لا كده. وهاي إيش؟ جوز هند هاي؟ ده على الدواير زي ما قلتي. نحط جوز هند بالكده مثلا. فنانة. ده. فنانة. يلا يسعدك. الزبيب. حاضر يا قنبلة. كل اشي رح احط. حطي كل اللي انت عايزاه. بس هو يمكن معنا مكسرات احنا كتير كفاية دي. فستق. فستق. ولوز. حلو كفايه كده. نحط فستق بس كده في النص هنا. كمان ممكن نحط بندق لو عايزين. خلاص كده احنا خلصناها. هنحطها هناك ونجيب الصغننين نحط فيهم برضو بدل ما تسيبهم فاضيين كده شكلهم لذيذ. انا هحط لك وانت تزينيهم زيهم باي حاجه يعني مش لازم ده مش لازم ترتيب قوي يعني لانهم صغيرين مش هيبان فيهم.
ممكن عارفه تعملي ايه؟ تحطي في كل واحده نوع من المكسرات لو عايزه. ممكن. والله حببتيني بالطبخ يا شيخ. اليوم ماما هيني بقول لك رح اطبخ لك. طبعا ماما ما رح تصدق، مستحيل، بس يعني هلا لسه متحمسه، فممكن على ما اروح على ما اروح يمكن خلص راحت الحماسه. الحماسه نزود شويه. يسلموا كمان. نحطهم هناك. بس نحط شوية جوز هند هنا. نورتينا. لا نحطهم هناك. والله اني معدلة. في حدا عنده عريس؟ يا حبيبتي انت بس قولي. يسلموا ايديكي. يسلموا ايديكي انت.